مشاهدينا ولسه مكملين مع حضراتكم، وصلنا لاخر فقره، فقره المطبخ. والنهارده فقرتنا هتكون ميكس كده غريب ما بين المصري وما بين الايطالي. هيعملها لنا الشيف اللي نورنا النهارده محمد اشرف. ازيك؟ عامل ايه؟ حضرتك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. احنا النهارده زي ما احنا متفقين معانا حكايات كتير هنتكلم فيها ان شاء الله، ومواقف عن رحلتك اللي بدات بالصدفه. بس في البدايه بنحب نقول لكل الناس اللي بيتفرجوا، احنا هنعمل النهارده ايه الوصفات والاكلات اللي هنعملها؟ النهارده نعمل وصفه روزيتو، بس هنعدلها شويه بالخلطه بتاعتنا المصريه. هنعمل خلطه المحشي، فاحنا نعمل روزيتو بخلطه المحشي. جميل. معانا رز ايطالي روزيتو، معانا جبنه برمجان، معانا ليمون. طيب المقادير هتنزل قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه، يلا نبدا نقول. تمام. معانا جبنه برمجان، معانا رز ايطالي، معانا ليمون، معانا صلصه بوري، معانا نعناع، معانا بقدونس، معانا كزبره، معانا شبت، معانا تبس رمان يزود النكهه بتاعتنا ويعززها، ومعانا كمون، ومعانا كزبره، ومعانا فلفل، ومعانا ملح. حلو جدا. والطبق الثاني بتاعنا عباره عن طبق ممكن بريكفاست يخش في الاكل الصحي، ممكن يتعامل عادي. جميل. عباره عن جبنه حلوه. دلوقتي في ايام المدرسه ينفع التوست ده قوي 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 في الايه؟ لكل الناس اللي رايحين مدرسه، جامعه، كل الكلام الحلو. حتى كمان سعرات الحراريه بتاعته كمان قليله. جميل. عندنا جبنه حلومي، عندنا لبنه، عندنا خوخ، عندنا عسل، عندنا ورد بلدي، عندنا شيل فليكس. الميكس كله بيبقى سويت عند تصور. فنبدا ازاي؟ يلا بينا نبدا. انا بس ايه يعني مستغربه شويه من كلمه خلطه المحشي دي. لا هو انا مثلا ده التاتش بقى اللي انت التريكات بتاعتك. التاتش يعني بحب دايما ان انا اعزز النكهه المصريه بتاعتي. فحاليا السوق المصري عامه في الشيفات هو بيشتغل بيعزز الاكل بتاعه. فانت لازم يكون عندك هويه. ما انا ما ينفعش مثلا اعمل روزيتو مشروم، روزيتو مشروم كتير بيعمل روزيتو مشروم، كتير بيعمل روزيتو بالدجاج. فحتى كمان المكونات بتاعتنا كلها قليله جدا تناسب البيت المصري عامه. ممكن اغلى حاجه وصنف فيهم موجود جبنه البرمجان وروزيتو. انا هدوق دلوقتي وهحكم خلاص قدام الناس كلها. أكيد. يلا بينا نبدا. طب نشغل البوتاجاز بتاعنا. تمام. يلا اول حاجه نجيب الزيت. روزيتو عامة بيحب دايما البصل والثوم، بس دايما في ناس كتير ما بتحبش البصل والثوم. انا من عين اساس الاكل كله البصل والثوم. ممكن بيدي كمان طعم حلو جدا. اكيد طبعا بيدي كمان يعني في الليفر والريحه وكل حاجه. بس الفكره نفسها ممكن انت ما تحبش مثلا حد وانت تكون قاعد معايا يعني يحس ان انت بتاكل توم. تاكل بصل. فانا دايما ايه بشيل الحاجه دي من الاكل شويه. تمام. فانزل اول حاجه بالروزيتو بتاعي. مش هنزل بالكميه بتاعتي لان الروزيتو اول ما بيستوي بينزل بيكتر في الطبق نفسه. بيكتر وبينفش طبق من الحاجات زي الرز البسمتي بالظبط. فعلا. كده علينا. كده احنا علينا. سيبه يستوي. واحنا بنسوي الروزيتو هنعمل الطبق بتاعنا مش هياخد بالظبط الخمس دقايق العشر دقايق. وانت بقى بتعمل الطبق بتاعك عايزين نتكلم معاك ونعرف ايه مشوارك وايه اللي حبيبك في الطبخ. يعني دايما انا عارفه ان الستات بتحب الطبخ، ده امر واقع. كل ست بتحب تعمل اكل لجوزها، لنفسها في البيت، لاولادها. لكن انت احكي لي بقى عن قصه اختيارك للمطبخ وللاكلات. هو انا اختيار المطبخ، انا عامه دخلت المطبخ بتاعنا بالصدفه. انا مثلا والدتي الله يرحمها دايما كانت بتقول لي انت تحب يعني تقف تساعدني في السلطه. تقريبا العين الثانيه هي اللي اشتغلت مش دي اللي ورا؟ طفيته خلاص نشغل عليها. ماشي ممكن نعمل عليها وخلاص. نعمل على العين دي، نسوي على العين دي ولا عندي. تعرف تشغلها تاني؟ احنا شغلنا على العين دي وشغلنا على العين دي. ماشي شغالين كده تمام. والدتي الله يرحمها كانت بتتكلم معايا ان انت دايما تساعدني في الاكل اللي انا درست سياحه وفنادق. فانا ما كنتش مقتنع ان انا مثلا. طيب انا عايز بس اسالك اختيارك للسياحه والفنادق، كنت انت مختار سياحه وفنادق عشان بتحب الاكل؟ لا مجموعك عشان زي اي حد. زي اي حد. اللي انا دايما ما كنتش مثلا يعني مش شاطر، لا الدراسه بتاعتي كانت الشباب دايما بتحب اللي هي تلعب كوره، تحب اللي هي تخرج، تحب اللي هي تعمل ايه، ما تجملش، ما بحبش الدراسه. فانا دخلت عامه الدراسه من عن طريق السياحه والفنادق. جبت مجموعه مش كويس. تخصصت فنادق مش سياحه؟ لا فنادق قسم مطبخ. يعني تخصصت. تخصصت بس ما اشتغلتش بيها يعني بمعنى الصح. لان انا مثلا الدراسه بتاعتي حصل شويه ظروف فاجلت الدراسه بتاعتي سنه. بعد كده رحت دخلت تاني برضه بالدراسه بتاعته وكملتها. بعدين انا حبيت ان انا مثلا انا اشوف مثلا الشغل عامل ازاي. لان انا مثلا بالنسبه زي
كل الاشخاص الموجوده اللي الشباب في الوقت ده كان عندي 16 سنه او 15 سنه. الرؤيه مش ظاهره لك، مش عارف الدنيا مثلا. انا كان كل نفسي ان انا اطلع العب كوره زي اي شاب، زي حد مثلا لسه مراهق، حلم اي ولد في الدنيا، حلم اي ولد. فدخلت المطبخ بالصدفه. الصدفه بتاعتي ما دخلتش بمعنى صح، حصل عندي ظروف في البيت عندنا، فالظروف ديت خلتني ان انا ماليش وجود في البيت نفسه. اللي هو الوجود ساعتها ده، انت ايه وجودك في الظروف نفسها؟ لازم تعمل حاجه، لازم تعمل حاجه. فانا ما كنتش عارف اعمل حاجه. فاشتغلت مثلا في مطعم باص بوي ده اللي بيقدم المشروبات والاكلات للترابيزات بتاعت الريست بس. فحصل معايا كالاتي، اللي انا اشتغلت معاهم فتره، ففي شخص سوري اتكلم معايا. هو ما اتكلم معايا قال لي انت مثلا ما تنفعش تبقى موجود بره في الصاله، انت شخص بتركز في التفاصيل نفسها، فخليك جوه في المطبخ. نظرك لنقطه معينه. وانا كنت رافض. طب ليه؟ ما شفتش نفسي في المطبخ. مع انك اتخصصت بده في الكليه؟ لا، كنت بكلم مع شيف، انا ما اخش المطبخ، ما اخش اشتغل معاهم، يعني ماليش انا علاقه بالكلام ده خالص، ماليش علاقه بالشغل بتاعهم. فانا كنت رافض مبدا تام ان انا اخش المطبخ. هنا ازود الميه بتاعتي. جميل. تمام. قلبنا رز وشوحناه، وبعد كده بنحط الميه عادي. تمام. والاحسن لما نيجي نشتغل في روزيتو نفسه ما ندوش ميه بدون اي نكهات. لا انا ما بشتغلش بمرق الدجاج. في حاجه اسمها مربوا. مربوا ده حاجه فرنسي عباره عن بوكي جرني للميه نفسها، المرق الدجاج بس بالخضار. بيبقى عباره عن كرفس، بيبقى عباره عن انا بستخدمها على طول. اي مرقه خضار انا بشتريها، ما بجيبش الدجاج ولا اللحمه، عشان طبعا ببقى خايفه، عشان يعني ما بقاش عارفه ايه المكونات بتاعتها، بس بحب جدا جدا في كل الاكلات بستخدم مرقه خضار. تمام. اعتقد ان هي دي زي اللي انت بتقول عليه، زي اللي انا بقول عليها، بس الاحسن لما نشتغل بحاجه فريش. الفريش دايما بيدي طعم وبيدي نكهه، وبيبقى حاجه في الاول في الاخر صحيه. نرجع للموضوع. نرجع بقى الموضوع ان انت قلت انا مش داخل المطبخ، وكنت ايه مضرب ان انت تخش المطبخ. تمام. وحتى كمان عندي في البيت كمان ما فيش حاجه اسمها انت. لحد دلوقتي بقى لي 10 سنين شغال، عندي اسرتي كلها مكونه من انا واختين بالظبط. فهم مقتنعين ان انا ماليش علاقه بالمطبخ اساسا. حتى لحد دلوقتي ما انا ما اخش المطبخ ولا اعمل اكل ولا اعمل اي حاجه. وحصل فتره كده موقف ابقى احكي لك برضك عليه. كالاتي، دخلت معاهم المطبخ، قعدت مع الشيف، اتكلمت معاه وقلت لهم هم مرشحين ان انا اخش المطبخ بس انا مش حابب. هو قال لي كلمتين، قال لي ان المطبخ نفسه دي من قد ما هو فن طهي، تمام، قد ما هو مهنه وصنعه طبعا تقدر انت تستفاد بيها فيما بعد. يعني مثلا يكون عندك 40 سنه 50 سنه بتعرف تشتغل في المطبخ، بتعرف تطور من نفسك. وقال لي انت ما تكونش مثلا زينا، احنا مثلا احنا خلاص احنا كبرنا، بس انت تطور من نفسك وعندكم مثلا توصل لنقطه معينه، وعندكم مثلا الموبايل ده يعني افيد اللي انت توصل يعني تنجح بمعنى الصح في حياتك بسرعه. فانا اقتنعت مثلا بكلامه، بس برضك ما كنتش متاكد ان انا هتكمل في الموضوع وهتبقى شيف كبير بعد كده. بس فكملت معاه فتره، قعدت معاه بالظبط يومين في المطبخ، هتشتغل بره في الصاله وبعد كده هشتغل في المطبخ. بعدين انا لقيت في يوم من الايام انا كنت شغال مع يعني رايح الشيفت بتاعي الصبح، ما كانش في حد في المطعم في المطعم خالص غير محمد. فاشتغلت في كاستمر جاي عايز مشاريب قدمت له، في كاستمر جاي عايز أكل ياكل قدمت لقيت له. نفسي بقيت اشتغل لوحدي لحد ما هم يعني الشيفات جم، ومدير المطعم قال لي برافو يعني شاطر، يعني وانا كان لسه عندي ماشيه كويس، كان عندي تقريبا 17 سنه. فساعتها انا اقتنعت لا انا عايز اشتغل. فاشتغلت ساعتها، فقدمت حاجه كويسه اللي انا خلاص، انا بالنسبه لي اللي انا خلاص انا خدتها كمهنه، ما خدتها اللي انا عايز اتعلم، خدتها اللي انا عايز يكون خلاص ليا كارير خلاص مختلف. انت فكرت وقررت ولما الظروف بقت قدامك وان انت فعلا عملت الاكلات في المطعم، خلاص قررت ان دي هتبقى صناعتك بس خلاص. بعدين كان ساعتها سن عندي 17 سنه، اشتغلت مع شيفات بسم الله ما شاء الله، يعني كان عندهم مهنه قويه جدا، اسماء كبيره، اسماء كبيره بس مش معروفه. لان معظم يعني السوشيال ميديا تختلف عن طبعا مجال تختلف كبير عامه عن من 10 سنين طبعا. ففي شيفات في الاوبريشن نفسها مش معروفه، بس هي كمهنه تقدر تستفاد منهم في كل حاجه. فانا اشتغلت مع شيفات كان طالعين من فور سيزون، اشتغلت معاهم حوالي 3 سنين، طورت من نفسي
بقيت اشوف مثلا المكون نفسه الاساسي ده بيعمل ايه. احنا دلوقتي حاليا هنعمل الطبق الثاني واحنا شغالين لحد ما الرزوتو بتاعنا يستوي. ماشي. هنشتغل في الطبق الثاني. نحط الزبده. ممكن تجيب بقى مع اللي زيها الحمراء المعلقه تاني وتبقى معاك في التقليب. مفيش اي مشكله خالص. دخلنا دلوقتي بنحط التوست بتاعنا هنخليه كريسبي شويه بعد كده نضيف عليه المكونات بتاعتنا. تمام. بس انا متشوقه جدا جدا ان انا اسمع